ذهب وألماظ يبنوا عمارات غير العربيات الفارهة اللي تمنها ملايين. فعلا هدايا المشاهير لزوجاتهم بقت أغرب من الخيال، بس كله في كفة، واللي اتقال عن ياسمين صبري وأبو هشيمة في كفة تانية خالص. سيطر إيه الحكاية؟ وحمو بيكا فسر اللي عمله إزاي. الناس بتفتكر خلاص انها فهمت حياة النجوم، بس كل مرة يفاجئوا الجمهور بطريقة جديدة، والمرة دي السر في الهدايا. اولهم الملكة احلام، واللي كل شوية بتطل علينا بهدية اغلى من اللي قبلها، زي ساعة فخمة ونادرة من ابل مرصها بحبيبات الالماس. بس اغرب هدية من جوزها مبارك هي صالون تجميل مجهز بالكامل جوه بيتهم، بحيث يعني تعمل كل اللي هي عاوزاه جوه البيت، قال يعني بدل بهدلة المشاوير للكوافير. كمان الفنانة مريم فارس في عيد جوازها الاول نزلت فيديو عن الهدية اللي جاب لها جوزها، وكانت هاتم سوليتير. إنما بقى رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الكلام حواليه كتير جدا، لأنه تقال إنه جاب لهيفا وهبي عربية غالية من ماركة بنتلي كهدية للجواز. ولما تجوز ياسمين صبري ظهرت الفنانة في طيارة خاصة، والكل قال دي أكيد هدية أبو هشيمة. بس ياسمين طلعت بعد كده ووضحت سر إطلالتها على طول من طيارات خاصة. قالت إنها شغالة سفيرة ووجه إعلامي لعدد من الماركات العالمية، وعلشان كده سفرها كتير بحكم الشغل، علشان كده بتطلب في عقودها ان الشركة توفر لها طيارة خاصة في كل تنقلاتها. حتى الفنانة درة بقت ترند في مصر بعد ما نشرت ستوري ليها هي وجوزها في عيد الحب، ووراهم عربية غالية متغطية بالورد. ده اللي خلى الناس تقول ان جوزها رجل اعمال هاني سعد جاب لها عربية بالملايين هدية عيد الحب. وطبعا في ناس قالت انها تستحق، وناس هجمتها لانهم شايفين انها نزلت الصورة كنوع من الاستعراض. بس درة نزلت توضيح على صفحتها علشان تقطع الشك باليقين وتقفل باب الكلام الكتير. قالت ان الصورة الجميلة اللي خدتها مع جوزها كانت على باب الفندق اللي مجهز عربية مخصوص احتفالا بالفرانتاين، لكن العربية مش بتاعتها ولا بتاع جوزها. كمان مصمم الازياء اسلام سعد، واللي اشتهر بتصميم اول بدلة في مصر من الالماس، وعمل لها دعاية كسرت السوشيال ميديا. هو كمان فاجئ مراته بهدية في عيد ميلادها، بس المرة دي الهدية ما كانتش عربية ولا خاتم سوليتير، ده كان المغني وائل جسار واللي جابه علشان يغني ليهم في عيد ميلادها. وحتى حمو بيكا كان موجود في القايمة واستفز الجمهور لما طلع في حفلة عيد ميلاد مراته وهو بيلبسها الهدايا، واللي كانت سلسلة ذهب تقيلة جدا ممكن وزنها يدخل في نص كيلو ذهب بغير مجموعة الخواتم. طبعا الناس ما سابتش حمو بيكا في حاله، اللي يقول له واللي جاي على نفسك كده كنت تشتري حبة الذهب اكبر شوية، واللي يقول له ده ذهب يبني عمارات. لكن حمو بيكا طلع بعد كده في برنامج وقال انه بيحب الذهب، وهو كمان بيحب يلبسه لمراته، ومراته سبق وجابت له هدايا قيمتها 130,000 جنيه. انت بقى شايف ان نشر النجوم للهدايا واللي توصل لهم نوع من المنظرة فعلا ورغبة في الشهرة أكتر، ولا دي حياتهم وعادي لما يشاركوا الجمهور جزء منها؟ والأهم بقى، إيه أغلى هدية جات لك أو اشتريتها لحد؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.